كان غادي نعطي الكلمه للحاج عبد السلام البار باش يتكلم باسم المستشارين الاستقلاليين وديال الاتحاد العام الشغالين المبتعثين في مجلس المستشارين. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على النبي المصطفى الكريم وعلى اله وصحابته اجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لماذا وأنا أقف أمام هذه الوجوه الطيبة، الوجوه النيرة، الوجوه المناضلة، الوجوه التي يحق فيها كما قال أحد الكتاب المعذبون في الأرض. طه علّه كاتب الأديب طه حسين كتاب المعذبون في الأرض. أخوات ما كنتش باغي نتكلم وما جيناش نتكلموا لأن الكلام ما بقات عنده دلالة. مني ما كنسمعوش، منين هاد الكلام ما كيوصلش للعمق، ما كيوصلش للتنفيذ، كيبقى غير ذي جدوى، ما بقى ما نديرو به. وكيف كنقولوا بيناتنا نغاساوال نغاساكمو. إذن حنا كنأكدوا اليوم سيارات الإخوان مشكورين وراها غير بداية، لأننا حنا كقيادة مقصرين في حق المناضلين، ماشي في مريرة بل جميع الأقاليم. تخص واحد العنصر ديال التواصل والوقوف عن كتب عن مكامن الخلل والمعاناة باش نكونوا كنحسوا بها وتنشاهدوها، ماشي غير كنقراوها. إذن الكلام باش الناس يسمعونا اليوم، حنا ما محتفلينش بفاتح ماي، ما كاينش مظاهر الفرح والسرور والنشاط. قول لي هنايا فيكم شكون لي واحد اللي راه شكلو غير نبوسو ونتصور معاه؟ قول لي هنايا شي واحد، عطيني شي واحد اللي فرحان باش نقولوا اليوم رحنا اليوم في عيد. العيد عنده شروط، العيد الفرحة كتبدا سيمانة قبل العيد وتستمر سيمانة أخرى مور العيد. واش ما عند بابنا الحق غير في العيد؟ حنا غنخرجوا نقولوا هذا يوم عيد، هذا يوم جينا باش نبكيو معاكم، جينا نتألموا على بلادنا في الوصلات، جينا نذكركم مجموعين بدستور 2011، جينا نقول لكم فين هي الديمقراطية اللي كافحوا جدودكم والأمهات ديالكم باش نكونوا أحرار. جينا اليوم كوفد قيادي من الاتحاد العام الشغالين لا لشيء إلا باش نتضامنوا مع الإخوان ديالنا المعتصمين هاد الجبل، سواء الغار ديال سيدي احمد ولا الغار ديال غرام وسلال ولا باقي الغيران. راه ماشي غير غار واحد، غيران نهبطنا لجهد هاد الحجره المثقوبه وطلعوا لكاف المسور ونجيو كندوروا غنلقاو المآسي المآسي المآسي، لا في المناجم اللي حنا في تيغزه ولا
في هذاك الكريانات الاستغلال. ما غنذكرش بهذا الاستغلال الاخ الحاج كونبير مشكور بواحد المرارة باش عطانا نظرة إجمالية وكان كاي ما كيمكن له شيء يوقف على كل شيء. أعطى اللي خصنا نفهموه مجموعين، اللي غنفهموها الإخوان هو اللي غنقولوا اليوم. حنا في نقابتنا وباختصار شديد جينا عندكم اليوم باش نتضامنوا ونشوفوا شنو خصنا نديروا. مفروض علينا أننا غادي نشوفوا السلطة الإقليمية العمالة والسلطة المحلية القيادة والباشا. هذا الشيء تيسوء لبلادنا، تيسوء للسمعة ديال العالم الشغل اللي نحن عايشين فيه. أنا لو قلت المنظفات رانتوما محدودين كتقبضوا 16,000 ريال، انا عندي في مكناس غير 12 وما كانش لا سيليسيس. ومني تنسول تيقولوا الوقت ما هي 3 ساعات، يا غير 2 ساعات، وانت اجي مع 8 الصباح وما تخرج حتى الليل ولا ما جلستيش. يقولوا لك الله يهنيك، ولكن 8 ساعات ما كتخدمهمش، غير 2 ساعات يقول لك كنعطيك السميد. وهذا منكر، هذا تحايل. لا قلنا الدستور راه ما قالش هكا، لا صوتي على الدستور بنعم. حسب الرغبه او حسب التوجه ديال سيدنا الله ينصرو جلاله الملك محمد السادس، راه التوجهات ديالو والثقه ديال الشعب فيه خلاتنا دائما كنصوتو وغنصوتو على الدساتير مادام ان سيدنا هو حامي هاد البلاد، ضامن الوحده ديالها. راه ما خصنا شيء نديرو شي حاجه اللي غتعكر الصفو ديال الحياه ديالنا. جبل عوام خصو يبقى، الخدمه خصها تستمر، ولكن الاجير خصو ياخذ حقه والشركه تاخذ حقها. راه ما يمكنش، راه عندنا مؤسسه انتاجيه مخدم لنا واحد 700 ولا 900 بلا هذوك الطايشين، واحد 900 خدام فين غادي يمشيو؟ حنا كنطالبوا نضافوا شركات باش الشباب ديالنا يلقى ما ياكل، باش الهجالات والمطلقات والارامل يلقاو فين يتمعشوا. شنو كاين في مرير تاع عباد الله؟ شنو كاين؟ قولوا لي شنو؟ ماش الفلاحه ما كايناش، الكسيبه ما ماشي كلشي قادر يكسب. اذا شنو هذا الاقليم؟ شنو هي الثروه اللي عنده؟ هذا خطر. لا كنت انا نخلق بالكتاف ديالي والركاب ديالي يهرسوا الحيط وانا ما خدامش، اذا انا نموت ولا هاد الحياه هادي؟ كتفهموني؟ حنا الراجل من حيتو ومني كيدخل عند ولادو وما عندوش في جيبو تيقول له غير روح سير بحال كاع. هذه هي الدله. اذا حنا اليوم في نقابتنا اتحاد العام الشغالين، في حزبنا حزب الاستقلال، باغين هاد الشركه تبقى وباغين شركات وحدين اخرين. وريني العفو مولانا، راه ما نخدموش الناس عبيد. اللي من حقنا ناخدوه خصنا ناخدوه، وجا الوقت باش نحاسبوا المدير الجهوي للطاقه والمعادن، مفتش الشغل، السلطه المحليه هنا والاقليميه، كل شي عارفين ان الوزيعه كل واحد ياخذ حقه. اللي ما خدا المازوت ياخذ دي بلازما، اللي ياخذ المنحه الشهريه، اللي ياخذ وبركه. عباد الله بركه 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 بركه.
تحية نضالية غير وحدة نقابية، تحية نضالية غير وحدة نقابية، تحية نضالية غير وحدة نقابية، تحية نضالية. راه ما حضرني، راه كنت مع الإخوان ديالي وقررنا ما يهضر ما نهضروش. هضر السي العبيد ككاتب وطني في القطاع الطاقة والمعادن وقلنا نكتفي، ولكن الإلحاح ديال خوتي غنوب عليهم بهذه الكلمة. راحنا ما غنتخلاوش في البرلمان مستعدين نغوتو ونعتصمو، وأنا كنبه وكنحضر أننا كلنا غنهبطو للغيران. شي واحد ما يتزايد علينا في غيرتنا الوطنية، شي واحد ما تيبغي بلادو او يتزايد علينا في البغو والمحبة البلاد علينا. احنا مغاربة ومأصلين ونموتوا على هاد البلاد، على حريتها، على استقلالها، على استقرارها. الاستقرار، انتبهوا مجموعين، الاستقرار راه نبات بالشوع وما نباتش مخلوع. نبات بالشوع وما نباتش مخلوع. كتفهموا، راه كنحييو قوات الامن، الدرك، قوات المساعده، وقوات المسلحه الملكيه في هذا العيد الاممي، لانهم حامين الحدود وضامنين الاستقرار في البلاد. احنا ما باغين فوضى، باغين احنا جينا عسى نلقاو مع من نهضروا باش خوتكم يخرجوا من ديك الغيران ويخرجوا فرحانين. يا عامل ارتاح يا عامل الدفاع، يا عامل ارتاح صاروا واصل الدفاع، يا عامل ارتاح صاروا واصل الدفاع. كان ما عرفناش ان هناك نية حسنة من احنا اللي ضال، هاللي جاي من طنجة، هاللي جاي من الدار البيضاء، هالرباط، هالمكناس، هالعيون. اخ ميارارة من العيون كنا راحنا جايين ونيتنا نلقاو حل لخوتنا ما يزيدو شاي موتو بالسيليكوز. لقاو الحل لخوتنا باش يخرجوا ويعيشوا، يخدموا بلادهم، يعطيو المردودية، يعطيو الانتاج، ولكن ياخذوا حقهم. ما يمكنش، ما بقاش الان اننا نخدموا بنادم بحال شي آلة ديال الضو، ركب لديك مولينيكس الضو وخليها تفركل بوحدها. أما بقاش هاد الوقت، اللي ربح ربح قديم، ضحكوا على باواتنا وعلى جدودنا ورباو الفلوس. وبركة دابا سيدنا الله ينصرو محمد السادس، المساواة، العدالة الاجتماعية. إذن لا تبقاو فرحانين بأن هناك أمل أن الظلم تيطلع ولكن كيطفى والمعقول هو اللي كينبت. احنا ما نخرجوش اليوم وما نقولوش نخرجوا الناس اليوم، احنا ما خارجين تناخذوا حقنا، وإلا رحنا كلنا غنطيحوا. سيدي أحمد هو غيجي خلفات، إغرام السنة هو غيجي خلفات، حنا غنباتو ماشيين، يقتلونا اللي غيموت في الطريق يموت، واللي غيوصل عند خوتو نتدفنو ساهلين. غير سدو علينا وخليونا القدر ديالنا، لان طحنا مع ناس ما فيهمش الرحمه، ما فيهمش الغيره الوطنيه، ما باغيينش بلادهم. تحيه نضاليه، تحيه نضاليه، تحيه نضاليه.
تحية نضالية، قيادة وطنية، تحية نضالية، قيادة وطنية، تحية نضالية، قيادة وطنية. اطمئنوا الإخوان، بلادنا راه فيها القانون. اطمئنوا الإخوان أن بلادنا فيها المعقول وفيها القانون. مشات هي مسيبة، مشات هي مطلع نقابة غير صنعها من الوهم وقولها هي عندها تمثيلية. مشات ديك الزمان ديال أجي دوز لهاد الجيه ودوز لهاد الجيه، حنا مع الرجال اللي يبقوا معنا ولا وغير واحد. ولكن باش الإدارة تحاول تغلب نقابة وحشومة، نسميو هذيك نقابة أحشومة النقابة، تغدر النقابة أحشومة أحشومة وعيب وعار. أننا نجيو الإدارة تعطينا فلوس الحرام باش نبداو نضربو في خوتنا، هذا ماشي مسؤوليتي أنا ومسؤولة هاد الحي هاد المدينة، ووضعوا حد لهذا التصرف. انتماء النقابي حق مشروع لكل أجير، ولكن مشي موجه. كانت نقابة ما بغاوهاش الناس، رجعوا للنقابة اتحاد العام الشغالين، يوم نحاولوا شي ننميو هاديك ونرضوها، لأنها كتسني معك على بياض، كتبصم معك فوقاش ما بغيتي، هادشي عارفينو ولا مكشوف. إذا لا داعي للتلاعب. إخوان ديالي ما نطولش عليكم، كنضم الميساج راه وصل، وحنا جينا للخير، جينا للإخلاص، جينا لأعطي كل ذي حق حقه. إذن تحية ديال التضامن مع الإخوان مع الأخوات، وهذا المناولة راها كارثة. هاد المناولة داروها الشمايت اللي خدامين تياكلوا عرق خوتهم، وهادشي راه كيف تيقولوا أصبح عليهم الحال، راه أصبح عليهم الحال وتكشفوا، وحنا لهم بالمرصاد. حنا جينا باش نقولوا يا ربي فرج، يا ربي فرج، يا ربي فرج. ما بغيناش هذا الاذى، هذا راه اذى. والمسؤولين انا كنعرف ان المسؤولين كيسمعوني، اجهزه امنيه كنحييها راه ضابطه شغلها وكتسجل، بغيت كلامي يوصل. هذا علاش تحت ربي يشرح لي صدري ويسر لي امري وحلول عقده من لساني يفقه قولي. خاص القول ديالي يفقهوه الناس ويفهموه ويوصلوه. ان اريد الا اصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. صدق الله العظيم. الله اكبر.